الحسين الرئيس أن يفتح الكابينات الفرنسية وأن يرد المخرجون منها وطيئين. سعيد جدا بهذا التشريف الملكي والثقة المولوية السامية بتعييني رئيسا للمحكمة الابتدائية بإن زكان بناء على الاقتراح المرفوع لجنابه الشريف من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنه على قدر الإحساس بفرحة هذا التشريف الذي أعتبره وساما يزين الصدر في نفس الوقت على نفس القدر أعتبرها مهمة وتكليفا له من الجسامة، وهو أمانة تطوق العنق وترافق صاحبها حتى القبر. آمل وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن الظن بي من قبلي جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد من أجل تحقيق الإرادة الملكية في الإصلاح وتفعيل توجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا تحقيق تطلعات وآمال رعايا جلالة الملك في من ساكنة هذه المدينة العزيزة. خطواتنا الأولية في هذا البرنامج ستبدأ بوضع برنامج من خلال رصد الإخلالات، جمع الإحصائيات والمعلومات الدقيقة والصحيحة حول هذه المحكمة، وبعدها وضع خارطة الطريق نعمل عليها مع الجميع من أجل تحسين ظروف استقبال المتقاضين، الرفع من الأداء الكمي والنوعي لهذه الإدارة، والعمل على الإسراع في مساطر التنفيذ لأنها مهمة جدا، وكل ذلك من أجل تكريس مبدأ القضاء في خدمة المواطن. سأسعى جاهدا لتحقيق كل ما تضمنته كلمتي التي ألقيتها خلال حفل التنصيب، وسأضعها رهن إشارتكم جميعا، وأتمنى من الله أن يقدرني على هذه المهمة وأن أكون عند حسن الظن. فأكيد أن تحقيق أي هدف لن يكون بالعمل المنفرد، وإنما لا بد من التآزر مع مختلف الأطر القضائية والإدارية العاملين بهذه المحكمة، وأيضا بالتنسيق التام مع السيد وكيل الملك بحكم معرفتي به، وأيضا بحكم طبيعة العمل، وبطبيعة الحال تحت الإشراف المباشر للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، ولا بد أيضا من اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف مكونات منظومة العدالة المتداخلين مع هذا المرفق. أشكركم جميعا على حضور هذا الحفل أو هذه الجلسة الرسمية، كما أجدد الشكر والترحاب بكل الضيوف الكرام الذين لبوا الدعوة لحضور مراسم هذه الجلسة الرسمية. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية والتدابير الاحترازية جراء وباء كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وأن ينزل الشفاء وأن يتغمد بالرحمة كل شهداء الوطن من آبائنا وإخواننا وزملائنا في هذه الأيام العصيبة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ملكنا الهمام ووطننا الكريم بما حفظ به الذكر الحكيم. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.